وصفت الثورة الخضراء التي أسس لها المهندس الزراعي نورمان براولوغ بأنها مفتاح لحل أزمة الجوع في العالم. وعدت الشركات المصنعة للبذور المعضلة وراثيا بمواجهة الجوع لتحقيق الوفرة في الإنتاج. إنه شعار جميل وأيضا نبيل، لكن هل بالفعل حاربت الجوع أم أنها خلقت الجوع وصنعت ودمرت الفلاحة المعيشية للمزارعين؟ هل تحكمت هذه الشركات في أمن الغذائي؟ كيف قضت هذه المشاريع على البذور المحلية وتنوعها التي استخدمها الفلاحون منذ قرون؟ كيف هددت الزراعة الأحادية المجتمعات وسيادتها الغذائية وأدت إلى فقر الملايين والحروب والأزمات في عدد من البلدان؟ في هذه الحلقة فيون سنتناول موضوعا يخصنا جميعا، هو أمن الغذائي، صناعة الجوع، كيف أصبح طعامنا مهيمن عليه من طرف شركات تحتكر براءة الاختراع. براءة اختراع البذور يعني أن البذور التي كان يملكها أجدادك وأجداد ويزرعونها لكي يطعموا الناس أصبحت تنتج في المصانع وتحمل براءة الاختراع. لكي تتوصل بفيديوهات جديدة من قناتنا فيون فتابعنا، سنكون سعداء بأن نقدم لك مجموعة من الفيديوهات تتناول مواضيع تخصنا وتخص حياتنا اليوم. في عام 1996 عقدت قمة الغذاء العالمية في روما، حيث قام قادة الدول بتحديد هدف وهو خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى نصف. تم تأكيد هذا الهدف في أهداف التنمية الألفية للأمم المتحدة في عام 2000، لكن ما حصل هو زيادة عدد الجائعين بشكل كبير في العالم. يعاني أزيد من 800 مليون شخص من الجوع في العالم، 45 مليون طفل دون الخامسة من العمر يعانون من الهزال. تغير البيئة، الجفاف، الكوارث الطبيعية ليست فقط هي السبب الرئيسي على تفاقم هذه الكوارث، السبب يكمن في مكان آخر. فهناك من يصنع الجوع لأجل مصالحه. تقول شيفا فاندانا، عالمة البيئة والمختصة في الأمن الغذائي، أولئك الذين يبيعون الأسلحة الحقيقية يسيطرون على الجيوش. من يسيطر على الغذاء يسيطر على المجتمع، من يسيطر على البذور يسيطر على الحياة على هذه الأرض. في عام 1970 حصل نورمان بولغ مؤسس الثورة الخضراء على جائزة نوبل للسلام. وعلى حد تعبير لجنة نوبل، فإن هذا النوع من الحبوب الذي طوره نورمان يعمل على تسريع النمو الاقتصادي بشكل عام في البلدان النامية. لكن لشيفا فاندانا رأي آخر. في كتابها عنف الثورة الخضراء كشفت الجانب المظلم من هذه الثورة، إدخال التكنولوجيا الثورة الخضراء في دول الجنوب وخاصة في الهند، أن هذا سبب في انهيار الهند بيئيا واجتماعيا. قامت مؤسسة فورد ومؤسسة روكفيل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتمويل وتطوير وتعزيز وتنفيذ تدابير محددة وإنشاء تقنيات أصبحت تشكل الثورة الخضراء. على الرغم من الاحتجاجات السكان الأصليين الذين رأوا أن هذا النوع من الزراعة يقضي على أنظمتهم المعرفية وعلى أرضهم وهي المصدر الوحيد لعيشهم، تم استبدال المحاصيل المتنوعة بيولوجيا في أصناف أحادية عالية الإنتاج ذات قواعد وراثية في دول التي يصفون بدول العالم الثالث. كان الفلاح في السابق يزرع الأرض بمحاصيل متنوعة ببذور طبيعية لديه خبرة، فهو يزرع حسب المناخ ويحافظ على الأرض. لكن الزراعة الأحادية تعتمد على نوع واحد يتم في الغالب تصديره إلى الخارج. بعد سنوات من استعمال الزراعة الأحادية والمواد الكيماوية والبذور المعدلة تموت التربة، يبقى الفلاح مع أرضه التي لم تعد صالحة للزراعة، كما أنه لا يجد الماء للشرب لأن الثورة الخضراء تعتمد على استنزاف الموارد المائية، يعني أن الموارد المياه والفرشاة المائية التي كان أجدادنا يحافظون عليها وينظمونها بمعارفهم غير صالح للفكر الذي يعتمد على الوفرة والإنتاج. في الهند مثلا قامت مؤسسة فورد ومؤسسة روكفيل الأمريكيتين بتثبيت باحثين في أعلى معاهد البحوث الزراعية الهندية، قاموا بتمويل الطلاب الهنود للدراسة في أمريكا، وكان من المقرر أن يصبحوا خريجي هذه البرامج قادة المستقبل، أولئك الذين سينفذون التغيير وينقذون الهند من الجوع. كان من المفترض أن توفر هذه البذور التي يطلق عليها بأنها بذور المعجزة القادمة من المعاهد الممولة من مؤسسة روكفيل الوفرة وتخليص الهند من الجوع، لكن ما حصل هو العكس. دمرت رصيد الهند من البذور الطبيعية وأنواعها المختلفة التي كانت تتماشى مع مناخات مختلفة. فمثلا كانت هناك بذور أرز تتقبل الجفاف ويمكن زراعتها في مناخ جاف، وكانت هناك بذور تنسجم مع الفيضانات. كان الفلاح لديه إمكانيات غذائية لكي يعيش، لكي ينتج، لكي يزرع لقريته، لكي لا تموت قريته بالجوع.
So it's meeting the hunger. إنها تلبي جوع الربح وليس جوع الناس. نحن نتحدث عن نظام خلق الجوع في هذا الكوكب باسم الناس. كثيراً ما يقال أن الشركات المصنعة للبذور المعدلة وراثياً تعمل جاهدة لمواجهة الجوع في العالم. هل بالفعل هذه الشركات تساعد على تأمين الغذاء كما روجوا للثورة الخضراء في عالم الثالث؟ الشركات الشيطانية الأربعة هي شركات تسيطر على إنتاج البذور المعدلة وراثياً في العالم. مونسانتو التي اشترتها شركة باير الألمانية العملاقة وكورتيفا وباسف وليماجرين شركات تسجل تطور براءات الاختراع للبذور المعدلة وراثياً. هذه البذور المعدلة وراثياً يروج لها بأنها ستجيد من الإنتاج وتقاوم المبيدات لكي يقتل المزارعون الأعشاب الضارة. هذه البذور المعدلة وراثياً تباع مع مواد كيماوية مصاحبة لها. على سبيل المثال تباع البذور المعدلة وراثياً المقاومة لشركة مونسانتو جنباً إلى جنب مع روندب وهو مبيد أعشاب يعتمد على الجليفوسات وهي مادة خطيرة تؤثر على الإنسان والطبيعة والحيوان. تحظى هذه البذور والمواد الكيماوية الزراعية بدعم عدد من الشركات والمدافعين عنها باعتبارها ابتكارات قوية قادرة على محاربة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي. لا تقوم هذه الشركات بتسجيل براءة الاختراع لبذور المزارعين فحسب، بل إنها تستفيد من قواعد التجارة غير العادلة. وقد أظهرت التجربة بالفعل أن اتفاقيات التجارة الحرة تعطي الأولويات للشركات الزراعية على المزارعين المحليين. في كولومبيا مثلا، وعندما تم توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تمت مصادرة محاصيل المزارعين الكولومبيين وإحراقها بعد أن قيل لهم إنهم ينتهكون اتفاقية التجارة بسبب استخدامهم بذور غير قانونية. كانت هذه البذور هي تلك التي احتفظ بها المزارعون من محاصيل الأعوام السابقة، تقليد يساهم في التنوع البيولوجي. فهذا يعني أنه ينبغي لهم زراعة فقط البذور المعدلة الخاصة بالشركة، يعني الهيمنة والاحتكار. هذه البذور المعدلة وراثيا محمية ببراءة الاختراع، هي نوع من الملكية الفكرية التي تمنح المالكين الحق الحصري في صنع المنتج واستخدامه وبيعه لفترة من الوقت. تتضمن الاتفاقيات التي يبرمها المزارعون حاليا مع موردي البذور المعدلة وراثيا شركة مونسانتو المعروفة الآن باير شروطا تقضي بأن تسيطر الشركة بشكل فعال على البذور حتى بعد أن يشتريها المزارع ويزرعها ويحصدها. هذا يعني أن المزارعين غير قادرين على حفظ البذور من الحصاد لإعادة زراعتها في الموسم كما جرت العادة تاريخيا. بدل من ذلك يجب على المزارعين إعادة شراء البذور سنويا، مما يستلزم الاعتماد المستمر على الشركة. في عام 2018 كان هناك حدث مثير للجدل، حيث اشترت شركة باير الألمانية العملاقة شركة مونسانتو. كان المبلغ الصفقة 66 مليار دولار. مونسانتو لديها فروع في 61 دولة. أنتجت الشركة بذور ومبيدات الأعشاب. استخدمت التكنولوجيا الحيوية لإنتاج محاصيل معدلة وراثيا منذ التسعينيات. شاركت في حرب الفيتنام. تشمل المنتوجات المعروفة أنواعا مختلفة من المعدلة وراثيا ومبيدات الأعشاب واسعة النطاق. هكذا أصبحت شركة باير تسيطر على 60% من إمدادات البذور في العالم. تقول الدكتورة شيفا فاندانا عالمة البيئة إن اندماج باير ومونسانتو ليس مسألة حسابية فقط اقتصادية، إنها قضية سياسية. إذا تمت فهذه العملية ستكون بمثابة نهاية لحقوق الإنسان والديمقراطية والضمانات الدستورية. تورطت منتجات شركة مونسانتو في العديد من القضايا أمام المحاكم بشأن تأثيرات المسرطنة المشهورة لهذه المواد الكيماوية، كما أن المحاصيل المعدلة وراثيا نفسها قيد التحقيق لمعرفة آثارها الصحية المحتملة على المستهلكين، حيث كشفت دراسات مختلفة أنها قد تكون لها آثار وتداعيات صحية على الإنسان. تبين أن كل أصناف المحاصيل المعدلة وراثيا والمقاومة لمبيدات الأعشاب والآفات تتطلب زيادة في استخدام مبيدات الأعشاب والمبيدات الحشرية بمرور الوقت، حيث تكتسب الأعشاب الضارة والآفات القدرة على تحمل المواد الكيماوية، الشيء الذي يضعف التربة ويقضي عليها، ما يدفع المزارعين إلى مغادرة أرضهم. في العديد من الدول حيث انتشرت المحاصيل المعدلة وراثيا مثل القطن المعدل وراثيا، القمح المعدل وراثيا من شركة مونسانتو وشركات أخرى بشكل متزايد، ظهرت أزمة ديون المزارعين. في جنوب الهند تشير التقديرات إلى أن أكثر من
83% من المزارعين مدينون. وقد رافقت أزمة الديون هذه انتحار المزارعين الهنود غير المسبوق، حيث انتحر ما يقدر بنحو 200,000 مزارع في عام 2013 لوحده. قالت شيفا: لقد عانى المزارعون الهنود بسبب أرباح شركة مونسانتو. قد تركت البذور المعدلة وراثيا إرثا من السم والموت. لقد فشلت هذه البذور المعدلة وراثيا التي ادعوا بأنها ستكافح الآفات، والآن يموت المزارعون أيضا بسبب التسمم بالمبيدات الحشرية. هكذا دمرت الشركات البذور المعدلة وراثيا الفلاحة التقليدية في العديد من البلدان من أجل الربح، ودفعت بالملايين منهم إلى الجوع والفقر. وعوضا أن تؤمن هذه الشركات الغذاء في الدول الفقيرة، قضت على المعارف الطبيعية للسكان الأصليين، خلقت الموت مثل الثورة الخضراء. كان التركيز على توفير السلع الأساسية القابلة للتسويق دوليا، التصدير. فمثلا في بعض الدول العربية الناس بحاجة للقمح، دولتهم تنتج مواد تستنزف المياه للتصدير، مع الاعتقاد بأن السوق الدولية سوف تنتشل الفلاحين الصغار من الفقر، في حين لا تزال هذه الدول عاجزة عن تحقيق الاكتفاء الغذائي لسكانها. بطبيعة الحال أدى ذلك إلى زيادة كثافة استخدام الموارد النادرة مثل المياه، ثم أدى ذلك كما تقول شيفا إلى التربة المريضة والمحاصيل الموبوءة بالآفات والمزارعين المثقلين بالديون والساخطين. توثق دراسة دولية نشرتها مؤسسة روزا لوكسبورغ ومنظمة الخبز من أجل العالم الآثار السلبية الهائلة للثورة الخضراء على منتجي الأغذية في 13 دولة إفريقية. وكشفت الدراسة أن الثورة الخضراء التي تختلف أسماؤها من دول إلى أخرى أدت إلى زيادة كثافة استخدام الموارد النادرة مثل المياه، وأدت في الوقت نفسه إلى زيادة الطلب على المبيدات التي تقتل التربة. تشرح شيفا فاندانا أنه يمكن أن تحقق البذور المحلية محاصيل أعلى من البذور معدلة وراثيا التي يطلق عليها بالبذور المعجزة. لقد فتحت هذه التقنيات الباب أمام العنف ضد مجموعات مختلفة، ويختلف هذا الاستنتاج بشكل ملحوظ عن التفسيرات للصراع الذي اجتاح البنجاب في الثمانينيات والتسعينيات، وتم تجاهل جذوره البيئية، وتم التركيز فقط على الاختلاف الديني بين الهندوس والسيخ. في العديد من دول العالم ترتكب أعمال العنف ضد الأرض، ضد الشعوب الأصلية باسم التغلب على الجوع، أو بالأحرى باسم صناعة الجوع. إلى اللقاء.